بنينا هذه البيوت 12 بيت إلى الشهداء والمساكين والفقراء واليتامى، وكلهم معوقين. الله شاهد دول 12 بيت يعني شلون احنا غلبلناهم تغربل وجبناهم حطيناهم، وشهداء الايتام اللي باقيين لا بيت ولا ابدا. فالحمد لله والشكر اجوا وجلسوا بالبيت وقعدوا واستقروا في هذا البيت. والميسورين من هذا البيت، العفو، الميسورين من هذه الطبقه الاجتماعيه العراقيين الشرفاء الكرماء الذي ساعدوهم وبنوا لهم واسسوا البيوت من الابوخ والبياض والثلاجه والطباخ وكل جميع اللي طيناها لهم، اجى لقى البيت جاهز كل شيء ما يرى الا شيء. وبعدين انه هسه احنا في هذا شهر رمضان اجينا وزعنا لهم المواد الغذائيه والسله الغذائيه، لانه ما عندهم شيء، ما يقدرون انه يشترون يعني كيلو مال الرز ما يقدرون يشترونه. فالحمد لله والشكر احنا تبنينا لهم وجاي نوزع لهم. وما عندهم اي معين، ماكو معين، ما عندهم اي معين وما عندهم راتب ولا عندهم اي واحد يساعدهم. فالحمد لله والشكر احنا جايين نساعدهم. فارجو من جميع الاخوه ميسورين الحال ان يساعدوا الفقراء في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. واسال اي والله اللي ما عنده راتب، اللي ما عنده مساعده، المريض اللي ما عنده ما يقدر يروح عند عاهة ما يقدر يراجع لأنه اليوم الطبيب بيش يروح له. فأرجو من الدولة أنه ساعدهم كما نحن الميسورين الحال نقدر نساعد هؤلاء الشريحة. أدعو الناس الميسورين في هذا الشهر، شهر الكريم، شهر رمضان، شهر الله، أن يسارعوا للخيرات ويوزعون المواد الغذائية ويوزعوا لهم فلوس، يعطونهم شوف شنو حاجاتهم يعطونهم في هذا الشهر، لأنه هذا الشهر في الشهر في السنة مرة، فيستغلوها، خلي يستغلونها حتى الله سبحانه وتعالى يفرج عنا. السوق اليوم هسه السوق ما يقدر يعني صاحب اللي مثل هذول اللي ما عندهم راتب ولا عندهم معيشه ولا عندهم ما يقدر يشتري، شو يشتري؟ ما يقدر يشتري اي شيء، ما يقدر يشتري، السوق غالي وما يقدر يشتري اي شيء. فالحمد لله والشكر احنا يعني اللي نقدر عليه قاعد نساعدهم. واللي ارجو انا من الناس انه تتكافلون ويعطون كل محتاج وكل فقير يعطون في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله. هاي 12 بيت للايتام والشهداء والناس المعوقين، الناس التعبانه، والحمد لله ونشكر جميع شارك في هذا المشروع الخير. فجبنا هاي المواد الغذائيه الى هالناس، هاي الفقره هاي ان شاء الله راح نوزعها عليهم بعون الله. والتكافل بالايتام والناس الفقراء وهاي، وهالوقت هذا هسه السوق سوق غالي، يعني صار هسه احنا هالايام هسه كم شهر شلون الحصار ايام التسعينات صار عندنا، يعني الزيت كان بطل ب 1000 وربع هسه ب 3000 ونص ب 4000، العدس كان بلف هسه ب 2 ونص، الشكر نفس الشيء، يعني الطحين، يعني جميع المواد الغذائيه كلها صارت يعني صارت جهنم. وناس هذول منين يجيبون؟ ناس كلها فقراء وتعبانه. فنشكر جميع من شارك في هذا المشروع، والحمد لله ندعو جميع الميسورين يعني الله يشاركون بهذا المشروع هذا، وهاي الناس الفقراء، جميع الفقراء، يعني ناس الفقراء مو بس هنا عندنا فقراء، عنا يعني العراق كله، خاف اقول لك 60-70% صارت العالم فقرات تعبانه، ناس تعبانه، ناس كلها تعبانه، وضع اقتصادي ودمروا العالم بهالوقت هذا، الدولار هذا، وصعدوا الدولار، صعد الزيت، الرواتب يعني شو تكفي الرواتب؟ شو تكفي الرواتب؟ شو تكفي؟ اي والحمد لله. ونشكر جميع من شارك، نشكر حجي هادي ونشكر حجي عبد الامير الحوشان، ونشكر
جميع من شارك، ونشكر جميع دول الجماعة الشاركة بالمشروع هذا. بسمنا واسم اليتامى نشكر الناس الكرام، هي هيجي الدنيا بيها شم وجوه الخذيت حيدر، الخذيت حيدر هذا هم أخذت أبوه، الله قايل هذا بد لا تقهروه، الله قايل هذا بد لا تقهروه، هذا حيل بشهر كون تفرحوا، هذا حيل بشهر كون تفرحوا، هذا واجبنا وبعدنا مقصرين، هيج قال الباري وكد هالأمين، أنا والكاف الكهاتين الثنين، وهالله هالله وهالله بيكم قال أمير المؤمنين. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، أنت وطاها كهاتين كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء يا كافل اليتيم. طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، أنت وطاها كهاتين كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين.
بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم. يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم. في هذا الشهر المبارك الشهر الفضيل تتقدم مؤسسة حجة الله لرعاية الأيتام بالحفل المبارك لرعاية أحبة الأيتام في محافظة البصرة في ناحية خور الزوير. هذه المؤسسة المباركة التي افتتحت مشروعا مباركا وهذه المدرسة الخاصة للأيتام مدرسة مبرة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف لتحتضن الأيتام بكافة صنوفها وشرائحها من شهداء الحج الشعبي والجيش والشرطة والمواطنين كذلك. الآن عدد الأيتام الموجودين بما يقارب 150 تلميذ يتيم. المؤسسة تتكفل بأجور نقل التلاميذ الأيتام وأيضا تتكفل بالقرطاسية والزي المدرسي الصيفي والشتوي، كذلك أيضا سعت المدرسة إلى تنظيم العلاجات الطبية للأحبة الأيتام وصدرت بكارت المراجعة الطبية ليكون أحبة الأيتام في مأمن من المصروفات الصحية، بالإضافة أيضا إلى سعة المؤسسة لتوفير السلات الغذائية لأحبة الأيتام ولعوائلهم في هذا الشهر المبارك الشهر الفضيل وفي كل شهر، كل ذلك لرفع حاجتها ولدفع ما تعانيه من ظروف صعبة خصوصا الظروف الموضوعية التي يمر بها بلدنا الحبيب والذي يدعو إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بواقع عوائل المتعففة بصورة عامة والأيتام بصورة خاصة. ولعله الظرف اليوم وغلاء الأسعار أثر سلبا على عوائل المتعففة، ولكن هذه المؤسسة بجهود طبعا الأحبة الداعمين جزاهم الله خير جزاء المحسنين والمتفاعلين أيضا لحب الخير ولخدمة الأيتام والفقراء سعت وتسعى أن تبذل جهد مبارك في رعايتهم وتقديم لهم كل الخدمات التي من خلالها النهوض بالواقع التربوي السليم والصحيح لأحبتنا الأيتام. هذا المشروع مشروع مدرسة مبرة الإمام الحجة الأيتام هو أول مشروع يطلق في محافظة البصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. سجلت هذه المؤسسة بالإضافة إلى أنها إحدى منظمات المجتمع المدني أيضا سجلت في وزارة التربية لتكون مؤسسة تربوية من خلال النظام الداخلي لها الذي اعترفت به أيضا وزارة التربية. لها الحق أن تفتح مدارس خاصة للأيتام في كافة المحافظات فضلا عن محافظة البصرة. هذا المشروع الأول في خور الزوير إن شاء الله تعالى توسع بجهود الداعمين والأحبة العاملين إلى كافة المحافظات حتى نسعى ونرقى للحفاظ على أحبة الأيتام باعتبار أن الأيتام قنبلة موقوتة في كل وقت لا سامح الله أن تنفجر ولعله إذا لم تجد رعاية خاصة، ولكن بجهود العاملين بجهود الداعمين بجهود الخيرين بجهود المؤمنين بجهود كل من له باع في خدمة الفقراء والأيتام إن شاء الله تعالى نسعى للنهوض بواقعهم حتى نحصل على رجال يخدمون هذا البلد الحبيب بحق محمد وآل محمد. الطبقات لا أستطيع أن أقول فقط المتخمة بل أقول الطبقات المترفة تهمل كثيرا بعض الشرائح الاجتماعية التي ربما تكون مهملة، مثلا الطبقات شرائح الفقيرة شرائح الأيتام وغيرها أبناء شهداء الحشد وغيرهم، ربما هناك شريحة يلتفت إليها في منطقة معينة وهناك شرائح كبيرة في مناطق نائية لم يلتفت إليها، ولذا دائما نرمي بالحيف على الدولة. نعم ربما هناك قصور وتقصير من قبل الدولة هذا بالتأكيد هذا حاصل، لكنه بالتالي الدولة لا يمكن لها أن تسد كل هذا النقص. فلنقل مثلا إذا رجعنا إلى الزمن إلى الزمن الغابر إلى التاريخ الماضي نجد لم يكن هناك دولة وأسس ونظام وقوانين، بل كان هناك تكافل اجتماعي يتكفل إعالة الطبقات المسحوقة أو المحرومة، ولذا قانون التكافل الاجتماعي ربما غاب عن الكثيرين، فعلينا جميعا أن نلتفت إلى هذا الجانب جانب التكافل الاجتماعي لمتابعة الطبقات الفقيرة المسحوقة والأيتام وغيرهم. ليس بالضرورة عندما ترى إنسان متعففا تشعر أنه اكتفى ذاتيا، القرآن وصف ذلك وصف قال تراهم أغنياء من التعفف، فحسبك الذي لا يمكن أن يسد رمقه 250 ألف أو 300 ألف لا يمكن أن تسد رمق عائلة بكاملها، فعلينا أن نلتفت إلى هذه الطبقات المسحوقة المحرومة
وأن ننهض أو نسترجع تلك ذلك الشعور من المسؤولية الذي كان بين جوانحنا سابقا لإعالة تلك الطبقات الفقيرة. حتى هناك حديث للنبي صلى الله عليه وآله يقول: لو كل قرير بارز قرنه لانتصرنا على القوم. إذن لو كل منا قام بمسؤوليته تجاه جاره، ولذا القرآن يقول الأقربون أولى بالمعروف، أي اعتبار كل يقوم بمسؤولية الأقرب فالأقرب. فإذا ما استطعنا أن ننجز هذه المهمة كل بحسبه، نستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة، ظاهرة الفقر والحرمان واليتم وغيرها. أنا وين خايفة هالمرة؟ بروحتك للجبهة، ما جاي تشوف أولادك يظلون يبكون من تروح؟ لازم تصيرين أقوى وأشجع زهراء. أنت كلش زين تعرفين هذول التكفيريين إذا نتركهم يوصلون لبغداد، وبعدين يوصلون للبصرة، وأمن أولادنا ومستقبلهم ينتهي. بعد التحاق علي بفترة قصيرة اجهل زوجته اتصال من احد الضباط الشجعان، يخبرها ويقولها ان علي استشهد وكان من اشجع الابطال اللي موجودين، وكان يتأسى بقتالات ونزالات اهل البيت، واستشهد بمنطقة الانبار ضد تنظيم القاعدة الارهابية. العمل والدراسة، بس ما راح أخيب ظن أمي. أفضل هدية أقدمها إلها أنجح بدراستي وبدرجات عالية. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع. مذل اليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم، يا كافل اليتيم ترجور ذا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. أنت وطاها كهاتين، أنت وطاها كهاتين. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم، عاشت جرح القلب في غربته، جففت دمعا سال من مقلته. هذا يتيم الأب كنت ظله،
في محنته هيأت قلبك يا من كنت كافله دارا إليه وكم طاب المقام له وفيك أنت رأى اليتيم راحله رآك بحرا هنا أرخى سواحله قد أضأت شموعا من شموع التفاني واقتربت كالظل لليتيم سندا كنت دوما يا ضمير التفاني بحنان مضيء كالنجوم. سعدنا هذا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي اطلعنا فيها على شؤون هذه المبرة وعمل هذه المبرة. حقيقة رأينا شيء يثلج الصدر في هذه الأيام ونحن نمر في أيام أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يوصي بالأيتام في قوله سلام الله عليه الله الله في الأيتام لا يضيع بحضرتكم، وكذلك وصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بسبابته وفي بعض الروايات في مسبحته والوسطى، أي لا فراق بين الكافل كافل اليتيم ورسول الله صلى الله عليه وآله في درجته في الجنة. وهذه المؤسسة حقيقة وهذه الأعمال التي تقدم كما اطلعنا عليها عبارة عن جهود خاصة وجهود مضنية، خصوصا أن بعض الأساتذة كما علمنا بأنهم يعملون لوجه الله وهذا شيء محمود وشيء حسن، لكن لابد أن يكون لهم دعم مالي دعم مادي لرفدهم باعتبار أنهم ينتمون إلى أسر وعوائل فيحتاجون لقضاء حوائجهم وقضاء أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ومن جميع الخيرين أن يمدوا مد يد العون لهذه المؤسسة المباركة وأن يجعلوها في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق على العاملين جميعا وأن يأخذ بهذه الثلة المباركة من الأساتذة وهؤلاء الطلبة لما فيه خير وصلاح وأن يجعلهم من أنصار إمامهم الإمام الحجة سلام الله عليه. الأيتام اللي هم ذمة برقبتنا وعلى جميع الميسورين يرجو منعتهم المساعدة لهم والتقديم العون لهم حتى لا يحسوا بأنهم أيتام الأب ولا يوجد أحد أنه يساعدهم، فأرجو من الأخوة الميسورين مساعدتهم للأيتام والأرامل وخاصة أيتام الحشد الشعبي الذين هم أدوا ما أدوا عليه وضحوا ما ضحوا عليه وضحوا بأنفسهم وفي دماءهم الزكية، فأرجو من جميع الأخوة الميسورين مساعدة الأيتام في هذا الشهر العظيم ويقدمون لهم السلة الغذائية، لأن الأسواق المحلية حاليا أسواق الأسعار غالية جدا ولا يستطيعون الشراء، ولكوني مدير شركة الثرمستون الحوشان قدمت شركتنا لهم ببناء 4 صفوف من الثرمستون ومجانيا علينا وما يحتاجونه، ونقدم بعد لهم كثير كثير من هذا. فأرجو من الأخوة الميسورين الحال الدعم لهذه المدرسة ولجميع الأيتام والأرامل والأطفال الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم فيساعدونهم جميعا. يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المعروفة أن نكون مع الأيتام، أن نرعى، أن نحرص، وكذلك وصية أمير المؤمنين حينما قال الله الله في الأيتام لا يغيب عن حضرتكم. في هذا اليوم ندعو الجميع أن يحرصوا على هذه المؤسسات وهذه المبرات التي تخرج لنا أجيال وتخرج لنا طاقات لهذا البلد، ونحن الآن في مبرة الحجة في منطقة خور الزبير. في هذه الأيام دعوة إلى التجار إلى أصحاب الأموال ألا يتركوا هذه الشريحة، علينا أن نرأف بالناس. لماذا هذا الغلاء في الأسعار في شهر رمضان؟
لابد أن نرحم اليتيم وأن نعطف أيضا على هذا المجتمع، لأن المجتمع بحاجة إلى وقفة وإلى دور، وهذا الدور أكيد يسجل لكم جميعا. وشكرا. يجب علينا أن نلتفت إلى المعاني الجليلة والمقدسة التي أطلقها تلك المفردات المقدسة التي أطلقها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. لماذا؟ يريد أن يحفز فينا حافز التكافل الاجتماعي، لأنه أصبح للأسف أصبحت هذه الطبقات مغيبة. نتصور عندما نعطي سلة غذائية تكفيهم لمدة 15 يوم أو شهرا، هذا بالتأكيد لا يكفي، لا يكفي إذا كانت عائلة تشمل 4 نفرات إلى 3 نفرات، فكيف إذا أردت أن تعطي سلة غذائية تتصور أنها تستمر إلى نهاية الشهر؟ فعلينا جميعا أن نلتفت في هذا الشهر الكريم كما قال صلى الله عليه وآله: الله الله في أيتام الناس، تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. وقال أميرنا عليه السلام: الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، أي أنه نصح إرشادي، بل يكون إلزامي ليس إرشادي فقط في متابعة شؤون الأيتام ومتابعة شؤون الطبقات المسحوقة. فإذا ما أنجزنا هذه المهمة نستطيع القضاء على الفقر، لا أقول بنسبة 100%، إن كان 50% فعلى الرحب والسلام. Thank you.
الحمد لله رب العالمين على بركة الله افتتح معرض الواعي للكتاب بنسخته السادسة للسنة السادسة بعد انقطاع لسنتين بسبب الجائحة. المعرض بدأ منذ 6 سنوات ل3 سنين حضوري، والسنة الرابعة والسنة الخامسة كان إلكتروني بسبب الجائحة، والآن الحمد لله بدأنا بالسنة السادسة. المعرض يقام على ساحة مسجد الموسوي الكبير بالبصرة لمدة 10 أيام من الساعة 9 إلى 12 من ليالي شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر محبة وشهر كرامة وشهر ود ولقاء وعبادة، وإن شاء الله تعالى يحل الأمن والأمان على عراقنا الحبيب وعلى جميع الأمة الإسلامية. المعرض يضم 14 دار نشر، منها محلية ومنها عربية، ومن دار نشر من جمهورية إيران الإسلامية. من الدور العربية هي لبنان ومصر، ومن الدور المحلية من البصرة وباقي محافظات العراق. بالنسبة للمعرض يضم 10 دور نشر و4 مكتبات. يتخلل المعرض من الكتب العلمية والأدبية والثقافية والدينية، وكتب الأطفال وكتب الرسم والقصص والروايات. فعاليات التي أجريت خلال المعرض هي مرسم الطفل، مهرجان تعال ارسم، اللي يبدأ بالخط العربي وتعلم الرسم لمدة 4 أيام. صار إقبال شديد ما شاء الله من بعد انقطاع دام لسنتين. كان حب الأطفال إلى دخول المعرض، وكان هناك جمهور كبير من الأطفال في معرض الواعي. كان هناك اهتمام كبير للطفل، وخصوصا الأطفال الأيتام. صار فد استقبال خاص لبعض الأطفال ويا عمامهم ويا أخوانهم في مهرجان المرسم والخط العربي، وكان قبول كبير جدا.
قديما كانوا يقولون ولا زال أن القاهرة تؤلف وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، يعني الكتاب له أهمية كبيرة جدا، أهمية في إعادة الوعي وتكوين الوعي. بصورة أخرى أو بعبارة أخرى، أن الكتاب هو وعي بحد ذاته. هذا المعرض يأتي بعد انقطاع لسنتين بسبب الجائحة التي مرت علينا، جائحة كورونا، هو إعادة للوعي، إعادة للتنظير. المعرض معرض الوعي السادس امتثل إلى قضايا مهمة جدا، وهي صار هذا العام استقطاب كبير للأطفال والأيتام منهم خصوصا، صار استقطاب. المعرض أذهني بكثرة الأطفال وحضور الأيتام، حضور النساء، وهذا لافت للنظر، يعني أن المرأة أصبح لها كيان خاص وحضور خاص في هذا المعرض. الكتب متنوعة من كل الفئات، منها الفلسفي، منها الروايات، منها التنمية البشرية، منها التاريخ، منها الشعر، بكل شيء. لا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير للذين قاموا بهذا العمل وقاموا بهذا المعرض، وأخص بالذكر منهم سماحة السيد عبد العال والشيخ عبد الأمير والأخ مهدي أبو صالح مدير مطبعة الغدير، الذي كان له الدور الكبير والفعال في إقامة هذا المعرض وتمديده. ولهذا نقول بصراحة أن المعرض أتاح لنا فرصة كبيرة للتعرف على كثير من الوجوه، كثير من الناس القارئة، بحيث أنا ذهلت لكثرة القراء. يأتيك من هو من تتصور أنه لا يقرأ، لكن يأتيك ويأخذ كتاب فلسفي، أنا أستغرب من عنده، من أتناقش وياه يقول لي أنا قارئ لفلان وفلان لفلاسفة، ربما يعني دليل على أنه المجتمع واعي والمعرض الواعي. إذن اختلط الواعي بالوعي وأصبح لدينا معرض متميز. نتمنى بالسنوات القادمة أن والله أنا من الذين لا يناصرون الدراما الرمضانية، وإلا ماذا تقول؟ موضوع تاريخي، مسلسل تاريخي، تجلس الملكة أو زوجة الخليفة صباحا وهي برموش اصطناعية بمكياج، أين كانت؟ يعني هذا مشكلة. بعدين صار مبتذل، صار ابتذال بالبرامج التلفزيونية، بدليل أنه ليس قضية سفور فقط، أنا لا أتكلم عنها، أتكلم عن الدراما. أنت السيناريست أو المخرج، كيف تقدم حلقات تلفزيونية أو برامج تلفزيونية تجلس منه المرأة من منامها وتخرج وهي بمكياج؟ طيب إحنا وين تاريخنا؟ تتكلم عن موضوع تاريخي وأنت تظهر الآن الحاضر بما فيه. إذن المشكلة مشكلة الدراما، ممكن أن نقتلها بالكتاب، بالمعرض، بالناس الطيبة التي تقوم على هذا. عبد الكريم السامر، صاحب دار ومكتبة السامر للترجمة والنشر والتوزيع.